الأصدقاء، اليوم عندنا فيديو جديد القطط اللطيفة والتحدي مع صديقتي رغد. والتحدي هو إنه أتحداك لا تحكي كيوت القطط الكتكوتة. أوكي يلا نبدأ الفيديو. وبتطلع الأشياء التي تضحك، لازم ما نضحك، لازم هم يلا زر بوم سري مري ما في صوت. اوكي يلا ابدا الفيديو. اوكي يمين يسار يمين يسار يمين يسار. كيوت لا تقولي اكيد يلا بعدها تخسري. أنا بعشق إشي اسمه بسس، بعشق. أنا بحب البسس. مش متحملة. كمان كيوت أحسن غصب عني أحسن. ضحكنا لا خاص ضحكة عادي، بس إنه كيوت لا، لا أحد يقول كيوت، لا أحد يقول كيوت. راح اسكر رسمي. مرة كيوت. اوبس لا ايش قلت كيوت ولا بغلط؟ سكر رسمي. شو هذا الكتكوت؟ لعبة اللي كانت تخوف فيها تعمل كيوت. قلت كيوت عارفة. لا والله اعمل الامر بجدية، لا تقول يا كيوت. اوه شو هذا؟ وات توقع سلحفة. لا سلطعون. او ماي جاد. لا تقولي مش قادرة مش قادرة. لا ايش هاد اللي جنب؟ طلع لعبة. شوفي حركة راسه يمين يسار يمين يسار يمين يسار. وات كيف؟ لحظة يمكن تحت صابون شفاف ما اعرف تقريبا. اوه ماي جاد كأنها قاعدة تلعب جهاز الركض. اها اوه خرمش. او ماي جاد اكسس با عم تقلدها. يلا الارنب. اوكي يا الحبيب. ما هلك القط قطع جنب هلك. وش شاطي شن عرفت هاي الحركة حسنا حاملة حالة كده طفشانة. او انه متكي هيك انا كبير وانت صغار. شو مالها؟ اوكي ايوه اول شيء بس دي اعرف ايش كل هالمصاري من وين جا؟ من وين جا؟ قصدي عن جد؟ اها كثير مئات. يلا انتبه. او ماي جاد عادة. او ماي جاد قاعدة تركز على نظرة القط بعدها. يلا مع السلامة مشغولة. بدها تهجم على اشي. اها طن 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 ط
واو. أنا بس كيوت بلعب بالإيدين. شوف شوف إيش قصة. أظن قاعدة تحمم نفسها تتدوش. لا. أوكي إيش؟ بس الفكرة والمي. ولا اتخن لا اتخن. أوكي. لساتها. لا تدخل إيدك بالمي. انه البسه بتشرب من كاسه هذا الناس والناس بشرب من كاسه البسه. كيف فهمتيها؟ صوت بنتها ولدها البنت. هاي بنت ولا ولد؟ اتوقع بنت. نو لا 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 تجيني. لا 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 يا اختي انتي شوفي بتقلده. شوفي الإد والله. شوفي والله عن جد. شوفي ده. اها عارفه. ايش يصير عارفه انه هيك قاعد تقلده. شوفي هذه اليد. كمان شوف قناة اليوتيوب. حلو كثير. هيرو دونت. مرة حلو. لا من احسن. شوفي. ايش قاعدة تسوي؟ انا بعشق البسس الصغار. اها انا كمان. بس ما تقولي كيوت. بس ما قلنا كيوت. قلنا كيوت من الفيديو. هات الكيوت. لسه دحين ما في كيوت. نتعبين يا ماما. كيوت. وات؟ توأم. توأم. عارف انه توأم بس. اوه ماي جاد. قاعدين يا ماما. شو مش فاهمة. جايو. هاي يلا يا الحبيب. بوم. هاي ما حست. يلا هاي طفشانة. انا مستريحة. أم وأب وبنت على ما أظن. ليش ضربوا؟ ليش شكل الأب ضرب بنته والأم ضربته للأب لأنه ضرب ابنتها. أو ابنه. شوفي من راسه مشكل. من راسه مشكل. كله مشكل أساسا زي الكلاب. ليش الأم تضرب بنتها؟ حرام. خلاص رادتها بس لا تضربيها مرة تانية وتراضيها. عن جد أم ليست جود. والله يمكن هذه الأم اللي تضرب. يمكن هذه الأم اللي يضرب بنتها والأم قاعد تطلع فيه عم تتجسس عليها. لازم اغسل الغسيل. لابسه فستان. لازم اغسل الفستان. عارفه وبدها تغسل الغسيل. انا لازم اغسل الغسيل لاني بسها مؤدبه. والله قاعده تلعب ببجي. والله قاعده تلعب ببجي. عارفه شايفه. ماي
هاي ايش قصتها؟ قاعد تشرب لحالها والثاني قاعد يلعب برجلها. او ماي جاد، والله شفته قاعد. او ماي جاد، لا كمان. او ماي جاد، ايش تسوي؟ والله كيوت، كنت كيوت. اخ ايش انا ما عارف ايش. شمموا يلا فورا. اوه هم ثلاثة، انا فكرتهم اثنين بس. اتوقع ان اذا عشان مامت الحليب صاروا جوعانين. اوكي خلص الفيديو، نسوي فيديو، نحط فيديو ثاني. اها نحط سابقا فيديو نرجع لكم، نحط الفيديو نرجع لكم، رغد معها حاجة ونرجع لا لكم دحين. ها و... الفيديو حق الكلاب شوفوا كثير. يلا ابدأي. ايوة بس قاعد يحمل شوية بلالين، راح يطير. طهر يا اخي، هاي أمورة. هذا الفيديو ما حيقول أحد كيوت، يعني مش أنت حد اللي يقول كيوت كيوت عادي، بس أما القطط أكيوت من الكلب. شوفي خدوده أحمر وردي، ما أعرف شكلهم، حطوا له مكياج وانا زيك، بس بدي احكي كيوت. حكيتها عادي عادي. هذا بهذا الفيديو ما في، ما احد يقول كيوت، ما يستحمل، لازم يقول كيوت. يا اختي كيوت 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 كيوت. منزلك في الشجرة. شكله خايف، ما شكله خايف، يمكن مرتاح، ما أعرف. ولا صوت لسان راح عن جد؟ أو رجع. أوكي يلا أحكي. واطي ولا عالي؟ واطي واطي؟ أها خلي بس نظبط المايك. يلا خلاص انتم كملوا معي ردة الفعل. ها صوت بيسن، صوت بيسن واطي. Thank you.